معدل البطالة يواصل ارتفاعه إلى ما فوق 10% منذ أكثر من سنتين. لا 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 رجعتي لآخر بلاغ ديال البنك، آخر بلاغ ديال بنك المغرب ديال اللي كان في الاجتماع ديالو ديال 19 دو جنبير والمندوبية السامية للتخطيط، هذه السنة هذه السنة في هذا البلاغين 89 ألف منصب شغل في القطاعات ديال الفلاحة والصيد البحري والخدمات، بلا المناصب الشغل اللي كانت على مستوى التعليم، بلا المناصب الشغل التي يتم فقدانها من طرف الاقتصاد الوطني. لا أنا كنت عندي وثيقة ديال رسمية ديال واش بنك المغرب مؤسسة تابعة للحكومة، هو قال في البلاغ ديالو 89 ألف منصب شغل، هذه معطيات رقمية، هذا ما كيعنيش بأن احنا مازلنا كنشتغلوا من أجل محاربة البطالة، ولكن ما نقولوش بأنها تتدهور الأوضاع، بل بالعكس أن نعترف بأن هنالك جهود مبذولة، وهذا الاعتراف يشكل قوة دفع لمواجهة والمواصلة المحاربة ديال البطالة، مواصلة المحاربة ديال الفقر، ولهذا قلت هذه الإجراءات هي مجرد بداية، نحن لا نخضع للإملاءات ديال المؤسسات المالية، هذا غير صحيح، بل بالعكس حنا كناخذوا الإصلاحات ديال وزير في الحكومة اعترف بها في اللقاءات ديال الحوار الاجتماعي. ما كنتيش حاضر ما تقولش. لا سمحتي لي، لا سمحتي لي، راه كاين تقارير رسمية، كاين وثائق رسمية اللي هي لكن في المناظرات الجبائية. لكن معالي الوزير هل تسمح المدير الوزير ديال الصندوق الدولي؟ عفوا سيد العالمي، يتسم بالمتانة، ولكن هذا ما كيعنيش بأن الإصلاحات خصها تستمر، ما كيعنيش بأن الحرب على الفساد خصها تستمر، ما كيعنيش بأن الحرب ضد الفقر خصها تستمر، ما كيعنيش بأن الحرب ضد الأمية خصها تستمر، ما كيعنيش بأن الحرب من أجل مساواة حقيقية ومن أجل الخدمات الصحية. أنت قلتي لي علاش نفقات الجبائية في السكن قائمة، السكن كانت عندنا 800 ألف وحدة ديال السكن العجز. أنا تكلمت لك على لوبيات يستفيدون من النفقات الجبائية امتيازات الإعفاءات والعقار والفلاحة والصيد البحري، وانت كتكلم على انك كتوجه الدعم للطبقة الفاقرة، ما كاينش باختصار لو سمحت. انا الوزير حتى انا كنت في هذا النقاش، هذا تقرير، هذا تقرير، هذا تقرير ديال المندوبية السامية. افتح لك المجال سيد العالمي، فقط تقول لي سيد الوزير انه انخفض في 20 ثانية مع الوزير. تفضل الفكرة ديالي ما تقطعنيش 20 ثانية في 20 ثانية بخير ما تقطعنيش. انت تقول البلد يحتاج معارضة قوية، نعم ولكن في إطار الحوار والإنصات، هنا حكومة ديال الإنصات، ولهذا ما نطلبه منك هو الإنصات كما أنا كنصت لك عندما تتحدث. واش تخليو الاحتجاجات الأسابيع فينا والإنصات؟ كما تفضلتي اجتماعي معطل رجاء سيد العالمي، سنتحدث عن هذه النقاط تباعا. تفضل معالي الوزير اختم المداخلة حتى نتقدم في هذا النقاش لو سمحت. تفضل. أنا قلت النفقات الجبائية على المستوى العقاري في السكن كان عندها أثر، لأن هبطنا العجز ديال السكن من 800 ألف 400 ألف، وهذا كان واحد الدعم اللي هو مهم. نفس القضية على المستوى الفلاحة، دابا الآن 31 ألف فلاح صغير، مليار ونص ديال الدهم ديال الدرهم من أجل الدعم على مستوى الفلاحة التضامنية، كاين واحد البرنامج. واش كيعني بأن هذا راه حنا نجحنا وصافي وكل شيء زين والعام جميل؟ لا، هذه الإجراءات ينبغي الاعتراف بها وينبغي الإقرار بها. الحوار الاجتماعي علاش، لماذا يقع إنكار أننا وفينا بالالتزامات ديالو؟ شكرا لك معالي الوزير. الإجراء ديال الممرضين 250 درهم، سنواصل تحدثنا عنها معالي الوزير رجاء، كان مطلوب مطروح منذ سنوات حتى نتقد. شكرا لك سيد العالمي. حتى نتقد نعطي رقم واحد، عندي سؤال مهم جدا. رقم واحد بعدا كي باش تفضل بهذا الرقم. هذا المندوبيه الساميه للتخطيط ماشي البنك المغربي. ماذا تقول؟ تفضل. تيقول بانه انخفض خلق فرص الشغل على مستوى الاقتصاد الوطني من 186 الف وظيفه في المتوسط من 2001 2008 اللي ما كانتش هذه الحكومه الى 70 ألف في هذه المرحله. هذه وثيقه طيب. ديال اذا ما بقاوش دعني اطرح كلام غير معناك راه كاين 70 ألف اللي كتحدث كجبهه نقابيه كجسم نقابي متجاوزين من طرف الحكومه بحكم انها تتخذ اجراءات في الجانب الاجتماعي متقدمه بوصفها، الا تحسون بكونكم جبهه نقابيه اليوم تعاني الترهل، تعاني الانقسام، ولا تستطيع اتخاذ المبادره والضغط على الحكومه من اجل افتكاك اي شيء؟ كيف ما كانت الوضعيه ديال الحركه، انتم غير قادرين على التعبئه في الشارع. هذا تاريخ يمكن نرجعوا له، ياخذنا انا تكلمت على تدمير الحياه الوطنيه من تدمير الاحزاب التقدميه ومن اضعاف الحركه النقابيه، هذا جانب يمكن نخصو له موضوع اخر. كيف ما كتكون الحركه النقابيه، الحكومه اي حكومه كانت ديمقراطيه وغير ديمقراطيه ملزمه
باش دير الحوار الاجتماعي والتفاوض الاجتماعي، لانه هذا توصيات ديال المؤسسات ديال منظمات العمل الدوليه.